أشرف زكي عن حالة نجلاء بدر بعد إصابتها بكورونا: أقسم بالله ما أعرف عنها حاجة. تأجيل مشاهد السقا ونجلاء بدر في نسل الأغراب لهذه الأسباب. نجلاء بدر تعلن إصابتها بكورونا: مش قادرة أتنفس. نجلاء بدر تخضع للعزل المنزلي بعد إصابتها بفيروس كورونا. نجلاء بدر تطورات جديدة في حالتها الصحية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب نجلاء بدر ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع نجلاء بدر. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أشرف زكي عن حالة نجلاء بدر بعد إصابتها بكورونا: أقسم بالله ما أعرف عنها حاجة. أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن إصابتها بفيروس كورونا المستجدة، وعبرت حديثا عن معاناتها من أعراض الفيروس التاجية، وعبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الحالة الصحية لنجلاء بدر: أقسم بالله ما أعرف عنها حاجة. وكتبت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون، للأسف نفسي ضيق وبنهج، والحمد لله على كل شيء، شكرا بجد على اهتمامكم والحب والدعاء. وتخضع الفنانة نجلاء بدر حاليا للعزل المنزلي للخضوع للبروتوكول العلاجي بعد أن حصلت على إجازة صحية من تصوير مشاهدها بمسلسل نسل الأغراب مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامي. نجلاء بدر تخضع للعزل المنزلي بعد إصابتها بفيروس كورونا. تخضع الفنانة نجلاء بدر لبروتوكول العلاج والعزل المنزلي بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، وكانت نجلاء قد أعلنت إصابتها بالفيروس بطريقتها الساخرة المعروفة عنها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: أنا كوفيد، ربنا يستر دعوتكم، لتتوالى التعليقات والدعوات بالشفاء بين متابعيها. وفي تصريحات لها دعت نجلاء بدر جمهور لتوخي الحذر والاهتمام بصحتهم، كما طالبتهم بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية. وتعرضت نجلاء بدر مؤخرا لجرح في يدها اليسرى تطلب التدخل الجراحي بثلاث غرز في إحدى أصابعها، ووجه لها عدد من زملائها التمنيات بالشفاء، حيث قالت لها الفنانة ريهام عبد الغفور: ألف سلامة عليك، تواصلت معك للاطمئنان على صحتك ولكنك لم تجيبي. وردت عليها نجلاء عبر حسابها على فيسبوك: أنا بكلم أهو. وكتب لها الفنان محمد علي رزق: ألف سلام عليك يا حبيبتي. بينما علق عصام السقا: بسلامتك يا نوجا. وعرض لنجلاء مؤخرا مسلسل لؤلؤ عن قصة مي عمر وبطولاتها، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وبطولة مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد وسلوى عثمان. سمحوني نفسي ضيق وبنهج. تطورات الحالة الصحية لنجلاء بدر بعد إصابتها بكورونا. كشفت الفنانة نجلاء بدر تطورات الحالة الصحية بأنها باتت لا تتمكن من الرد على هاتفها والتواصل مع أصدقائها وعائلتها. وكتبت نجلاء على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك قائلة: سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون، للأسف والحمد لله على كل شيء، شكرا بجد على اهتمامكم، وأنا بقرأ كل الرسائل الحلوة والاهتمام والحب والدعاء، ربنا يحفظنا جميعا. وشاركت نجلاء بدر مؤخرا في بطولة مسلسل لؤلؤ إخراج محمد عبد السلام عن قصة وبطولة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، العمل الذي لاقى ردود فعل قوية مع عرض حلقاته. وشارك في بطولته أحمد زاهر وسلوى عثمان وهيدي كرم ومحمد الشرنوبي. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19. كشفت الفنانة نجلاء بدر عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الرسمي على فيسبوك، وكتبت: أنا كوفيد 19، ربنا يستر. وما أن كتبت ذلك حتى انهالت عليها الدعوات من قبل متابعيها. وكانت النجمة نجلاء بدر قد قالت في وقت سابق أن شخصية نهال التي أدتها خلال أحداث مسلسل لؤلؤ الذي تعرض آخر حلقاته
يوم الخميس كانت ضحية قصة حب مراهق طايش، وأنها أذنبت في حق نفسها كما أذنبت في حق حبيبها، مشيرة إلى أن نهال حالة ربما تكون موجودة في مجتمعنا وإحنا ما نعرفش عنها حاجة ولا نشعر فيها. وكتبت نجلاء عبر حسابها على إنستغرام: قد تكون نهال ضحية قصة حب مراهق طايش لم تحسب للغدر حسابه، لقد أذنبت في حق نفسها كما أذنبت في حق حبيبها، ولكن كان أمامها خياران: أن تقتل الجنين وترتكب ذنبا أكبر، أو أن تحتفظ به على أمل أن يكون للجنين حياة طبيعية مع تبدل الأحوال والظروف ومرور الوقت. هل نخاف الله أم نخاف البشر والفضيحة؟ هل نمحي ذنبا بذنب آخر؟ ولكن أحيانا لا تأتي الرياح كما تشتهي السفن. وأضافت نجلاء: نهال كانت ممكن تخرب بيت طارق في جوازته الأولى، ولكنها أحبت واحتفظت بالسر على أمل أن يكتب لبنتها أمل بجانب والدها. كل واحد هينظر لقضية نهال حسب تربيته ومعتقداته وقدرته على المواجهة والدفاع عن حقه من وجهة نظره ونيته. نهال حالة قد تكون موجودة بيننا وإحنا ما نعرفش عنها حاجة ولا نشعر بها. وتدور أحداث مسلسل لؤلؤ في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر وإدوارد ونجلاء بدر ونرمين الفائي ومحمد الشرنوبي وسلوى عثمان وعماد زيارة وحمدي هيكل وهدير عبد الناصر ومحمد مهران وجوري بكر، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وأشرف على التأليف والإخراج محمد سامي. بعد إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا، ما مصير مسلسل الاختيار 2؟ قال المنتج الفني لمسلسل الاختيار 2 فتحي إسماعيل إن تصوير المسلسل لا يزال مستمرا، ويجري تصوير مشاهد للفنان كريم عبد العزيز بالإضافة إلى مشاهد أخرى لباقي الممثلين المشاركين فيه، ولا يظهر فيها بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا قبل ساعات، وسيتم تصويره أيضا خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف فتحي إسماعيل في تصريحات للمصر اليوم أن أحمد مكي يخضع للعزل المنزلي لمدة أسبوعين. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب انتشار فيروس كورونا في الوسط الفني؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.